مي. هغني بالأحضان يا عريش جايين، تأليف بابا عبد الكريم الشعراوي، وألحان أستاذ عبد الرحمن البيك، وتدريب مستر خالد الشعراوي. يلا يا مي. ماشي. بالأحضان يا عريش جايين، بالأحضان بالأحضان، وقلوبنا مليانة حنين، والفرحة اللي طايرة معانا بتسعها قلوب ملايين. بالأحضان يا عريش جايين، بالأحضان يا عريش جايين، بوابة العريش محلاها محلاها محلاها، والمساعد يسلم بناها، وده شط الناخل يا جماله، والطير السارح في سماها الشط، ورماله النعمة، والناس اللي عشقة النسمة، والقعدة في ظل النخلة لحظة تساوي العمر في حاله، ما بين البحر والرملة غرام وقصة وندولة، بيبعت الموج مرساله يرجع له بكلامها الأحلى. بالأحضان يا عريش جايين، بالأحضان بالأحضان، وقلوبنا مليانة حنين، والفرحة اللي طايرة معانا بتسعها قلوب ملايين، والفرحة اللي طايرة معانا بتسعها قلوب ملايين. بالأحضان يا عريش جايين، بالأحضان يا عريش جايين. الله الله عليك، تسلمي تسلمي حبيبي، ربنا يخليكي. يعني ما شاء الله، انا مش قادره اقول اي حاجه غير ان انتوا فعلا اسعدتونا ودخلتوا البهجه على قلوبنا وطمنتونا اكتر على العريش وعلى سينا وعلى الثقافه هنا. مواهب ومواهب كتير. لا يعني بابا وماما يعني مشجعين طبعا، هم اللي مشجعيني جدا جدا، كل عيلتي مشجعاني واقفين في ظهري وبيقولوا لي كملي واحنا معاكي طبعا.